لا أظن أنكم رأيتموه مرة واحدة على الشاشات، هادئا داجنا ساكنا. هو دائما يظهر مجادلا مناضلا مناوئا مناورا ومباغتا، وكأنه مولود للجدل. لسان ليس حصانه أبدا، إنه يطلقه يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا. صحيح في رأسه القانون، ولكن لسانه متبر منه كما يقول الحس الشعبي. حاولت وبقول حاولت أن أبحث بمجموعة مفاتيح عن الشخصية الأخرى الهادئة الداجنة الساكنة. في الحقيقة كانت مغامرة أن أصغي لصوت العقل بلسان لم ينفلت إلا قليلا. هذه طباعه، يعرفها بيته، الفاضلة زوجته وأولاده وربما أحفاده. لا أعرف إذا كنت سأنجح أو أفشل في هذه المغامرة، ولكني سأشهر مفاتيحي في وجه مرتضى منصور. لما ست أم كلثوم بتغني شوف الزهور وتعلم، قصدها ايه؟ أولا بشكرك على الورد الجميل اللي انت جايبه معاك، شاكرين. عايزة تقول ان الدنيا جميلة، وريحة الزهور الفل والياسمين والورد الابيض والورد الاحمر اللي انت جايب لي الاحمر اهو. جميل. عايزة تقول ان استمتع بالحياة وشوف الزهر بيطلع ازاي. الزهر لما يجي يتفتح استاذ مفيد بتشوف الحياة، وخاصة لما تكون بعد الفجر كده والنهار بيشقشق وتشوف الزهور بتشعر اولا بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان انا عندي نهار بيطلع وفي مكان تاني ليل. تمام. انت بتتعامل بالورد في المناسبات؟ اه طبعا، لما يكون في عيد ميلاد، لما اكون عايز اصالح حد زعلته. امتى في حياتك اهديت حزمة فل او باقة ورد اول مرة في حياتك؟ شوف انا يعني طبعا اول واحدة كانت طالبة معايا في كلية الحقوق. وكنت انا بشعبط في المترو. فاكر اسمها؟ طبعا. وكانت قبطية وساكنة في حلوان، وهي دلوقتي بتشتغل في شركة السياحة. ولما بيحصل لها مشاكل بتجيلي، وكان في الفترة دي انت عارف فترة المراهقة، فالله يرحمه صلاح، انا كنت رئيس جماعة الصحافة في الجامعة وفي كلية الحقوق، ورئيس النادي السياسي في الجامعة، وكنت رئيس مجلة كلية الحقوق ومجلة الجامعة. فكنا بنعمل حديث صحفية مع فنانين ومثقفين وأدباء، يعني كان يوسف السباعي ونجيب محفوظ، وفي سن كنا مبكرة. فبعمل حديث مع صلاح قابيل، فهي كانت معايا، فعرف انها قبطية، فقال هذا هو الحب المحرم. وكنا صغيرين، انا كنت صلاح قابيل، الحب المحرم، قال وصف ده ان ده الحب المحرم. ونصحني انا وهي ان احنا في البدايه، قال هي عندها دينها ومكان العباده، وانت عندك دينك ومكان العباده، الولاد هيروحوا فين؟ انت هتشتت الولاد، في جزء هيبقى مقتنع بيك وبدينك وجزء مقتنع بيها وبدينها. فقال شوف لو انت بتحبها ابعد من دلوقتي، لانه انت لسه بترمي اول حبايه في الارض، لو نبتت مش عارف نشيل الزرعه، لكن دلوقتي ما ترميش الحبايه. وقد كان. شوف كنت في سن مبكره واقتنعت باللي قاله، وكل واحد فينا راح لحاله، وهي طبعا اتجوزت ضابط، وانا اتخرجت ساعه ما اتخرجت اتجوزت زوجتي على طول. وطبعا في الفتره دي كانت اول يمكن حب في حياتي، فكنت بجيب لها فل زي بقى الطلبه، وكنت محمد رجب ده بتاع اخبار الحوادث. نعم. لما كنت اتخانق معاها اقول له هجيب لك علبه سجاير محمد وتستناه على باب جامعه عين شمس، كنا في عين شمس. هو عين شمس، وتقعد تلطف الجو بتاعك. طبعا الواحد لما بيشوف دلوقتي ما يحدث من فتنه،
انا بقول معظم الفتنه التي تحدث بين مسلم ومسيحي بسبب امراه ورجل. نعم. طيب انا بلاحظ انا شخصيا لما ابعت لك ورد في 17 يونيو بكتب لك فيه الى العزيز مرتضى كل ثانيه وانت طيب، بس بخط ايدي وامضي مفيد فوزي. انا بلاحظ انه بعض الناس تكلم بتاع الورد وتقول له ابعت الاستاذ مرتضى منصور بيته في حته الفلانيه واكتب كل سنه وانت طيب، وتبقى عارف انت ان مش انا يعني الشخص اللي بعت لك مش ده خطه ولا اسلوبه، لكن بيخلي الراجل صاحب المحل بتاع الورد يبعت ده. انت بتستقبل الملاحظه دي يعني ازاي؟ شوف بعتبر ده نوع من يعني ايه روتين مجامله. ايوه انه عايز يجاملني فكلم بالتليفون. انا كل كروتي بكتبها بخط المنحفش ده بايدك. لازم ليه؟ بيدي احساس كانك بتشم ريحتي انا. يا سلام، في خطي تمام ريحتي تمام، وفي خطي بيوصلك احساسي. تمام. اذا كنت عايز اعتذر، اذا كنت عايز اقول لك في المناسبه كل سنه وانت طيب، اذا كنت عايز اقول لك مبروك واخد بال حضرتك في المناسبه اللي موجوده. فانا اتصور ان ده، وانا عندي نموذج لده حصل. محامي انا مش هقول اسمه، نعم، هو محامي قبطي، توهم انه بيحب هالة صدقي. او انا يعني زودت هذا الاحساس عنده، وهي اصلا ما كانتش تعرفه، وبعدين ما عرفته ما كانتش بتحبه. مش بتحب، لا مش بتحبه عاطفه. لا يعني هي مش مستلطفه اصلا يعني. فكان في عيد ميلادها وهي جوزاء برضو زي كده، فعايز اعمل فيه مقلب يعني. فقلت له ما تبعت لها ورد، هو بخيل جدا. فقال لي بكام يعني؟ 20-30. قلت له لا، دي هلا صدقي. فبعت لها بكي ورد تقريبا ب 1000 جنيه. قلت له لازم تروح عشان تتاكد البكي هيروح. فهو كارت موجود وقال لي بتاع الورد بقى ايه، اكتب لي اللي حضرتك بتقوله ده. وانا هستنى تحت البيت الولد يوصل بالورد عشان اتاكد. فالورد طلع، فهلا قرت الكارت كده، ففي راجل مسؤول عن الفنانين اسمه مشابه الاسم، فخدت وبعدين تذكرت ان هو ده. فمن البلكونه راح مطوح له الورد في البلكونه على دماغه، واخد بال حضرتك؟ فدي كانت مواقف. طبعا انت بتقدر تعي طفولتك وانت عندك كام سنه؟ اعي طفولتي وانا عندي يمكن من انا فاكر يمكن سنتين او ثلاثه. ياه مبكر قوي يعني. انا فاكر في حرب 56 في اسر كانت بتيجي عند والدي تقعد، واحنا بنبني السور الاحمر الطوب الاحمر قدام البيت في رود الفرج، وبندهن البتاع ازرق الشبابيك زرقاء في العدوان الثلاثي في 56. الصور دي في ذهنك؟ في ذهني. انتوا كم ولد وكم بنت؟ انا الولد الوحيد. ايوه. في 6 بنات. الولد الوحيد على 6 بنات. بالظبط كده. بس عمري ما اتدلعت. عمرك ما اتدلعت؟ في حياتي. غريبة قوي. انا كنت لسه، كان ده السؤال الجاي. انك انت لما تبقى ولد على 6 بنات. عمري ما يعني. يعني اكيد انت نجم البنات. شوف. دي فادتني ان انا الولد الوحيد وفي 6 بنات، انه كيف اتعامل مع الفتيات. طبعا. ودي تربيتي من بداية، انه قصة التحرش وقلة الادب وتعاكس واحدة والكلام ده كله. لانه طبعا شقيقاتي ليهم صديقات. شور. اتعلمت من ابويا وامي انه اي واحدة من دول زيهم بالظبط، زي البنات دي زي اخواتي. فانا عندي سوسن الكبيرة ومديحة الله يرحمها توفت، وبعدين وفاء بعدي، وبعديها دعاء، وبعديها امال توفت، وبعديها سونيا. انا اعرف دعاء طبعا لانها بتشتغل في جهاز الاعلام. ووفاء برضه في جهاز الاعلام، مديره في التلفزيون. يمكن امال وامال ومديحه اللي توفوا عقب ازمتي مع سيد نوفل. شافوا اخوهم وهو بيترافع رئيس نيابة وقعد على منصة رئيس محكمة. وعدوا مجلس الشعب، وفجأة شافوه في القفص. فحدثت الصدمة وتوفوا الاثنين. أثر هذا بالضبط كده. ياه. وده كان شيء طبعا بالنسبة لي لغاية دلوقتي، يعني ناس بيقولوا لي سامح سيد نوفل، لن أسامحه.
سامح شريف اسماعيل اللي هو القاضي اللي ما كانش مختص بقضيتي خالص. انا قضيتي كان مختصاص قاضي جليل يعني مدام تطرقنا ليها. هو باختصار شديد انا كسبت قضيتين في الاهلي والزمالك فراح اخد الحكم علشان قضية كسبانها. فالسكرتير بتاع سيد نوفل عشان نادي الزمالك كان عاملين لي حفلة, انا ما بحبش احرج نفسي يعني دول عمري عندي نوع من الكبرياء كده, فالنادي عامل لي حفلة فانا اخش ازاي وانا كنت رئيس نادي ومشطوب ادويتي فعايز اخد الحكم ان انا بقيت عضو في النادي. فالحفلة كانت يوم الخميس, الحكم اللي صادر لصالحي كان اعتقد يوم السبت, يوم الاثنين رايح اخد صورة رسمية من الحكم. كانت حماتي والد زوجتي متوفية, فاحنا رايحين في الطريق كده ماشيين عدينا بوريك بس القدر يعني اسمي نعم. امبابة. وبعدين كلمني وحيد ابن اختي اللي هم اتهموا معايا في موقعة الجمل اللي والدته توفت نعم معي. قال لي انا مش عارف اخد الصورة التنفيذية, لكن سكرتير الجلسة قال مرتضى لو جاء بالمدير مكتب رئيس محكمة لان شغل اداري يعني نعم عشان الناس بتحبك وتحترمك هيدوك الصورة. فقعدت اقول ايه ارجع, احنا لسه في اول الطريق. فرجعت عربية دايرة تحت وقعدت سنة في السجن, طلعت اخد الصورة التنفيذية. كان فيلم مترتب بترتيب من رئيس الوزراء احمد نظيف والاخ زكريا عزمي والاخ ممدوح مرعي مع السيد نوفل, واتعمل فيلم ان انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت لما حسبي الله ونعم الوكيل اخد 3 سنين مع شغل ونفاذ, امال لو قريت القران كله هاخد قد ايه. فالمهم جاب القاضي ده المختص قال له اقرا القضيه دي, تعليمات الوزير مرتضى منصور 3 سنين. فالراجل قرا القضيه قال له مفيش ايه حسبي الله انا حسبي الله ونعم الوكيل, دي ايه في القران الكريم ازاي يعني اديه 3 سنين, ده براءه ما عملش حاجه. فقال له طب خلاص احنا هنجيب بقى اللي يديله 3 سنين. فجابوا شريف اسماعيل. شريف اسماعيل كان مستشار فتح سرور, بس فتح سرور مش بعد الحكم على طول للأمانة يعني. فقال لهم لا انا لو في ايدي ادي له 10 سنين, عايزين له كام 3 سنين, وراح مديني 3 سنين مع الشغل والنفاذ حاجة غير طبيعية. لما جينا دخلت انا السجن طبعا قعدت في اللومان فترة كبيرة, ثم نقلت بعد ذلك الى سجن المزرعة. فكان هناك بقى الاخ ايمن نور الذي كان يستمتع خلي بالك بسجن المزرعة, كان بيتدلع جدا. ماهر الجندي محمد محمود ابن حامد محمود اللي كان وزير حكم المحلي كان معايا مجموعه كبيره يعني. الغريب بقى انه حضرتك لما تقضي نص المده وتكون حسن السير والسلوك لازم تطلع قانون كده في 4 مناسبات, العيد الصغير العيد الكبير 23 يوليو 6 اكتوبر. فجي الاول 6 اكتوبر انا كنت قضيت اكتر من نص المده, طلع قرار الجمهوري ما عدا مرتضى منصور, ما عدا مرتضى كان اسمه بقى لاول مره من ايام الخديوي. ليه؟ لانه ما لوش دعوه باسماء, هو ليه دعوه بقواعد موضوعيه. فلان الفلاني قضى نص المده حسن السير والسلوك في جرائم معينه يطلع في ما عدا مرتضى منصور. فقال لك طب هتطلع في العيد الصغير, كان بعديها جه العيد الصغير المجموعه كلها طلعت اللي برده نص المده وزياده في ما عدا مرتضى منصور. وقعدت مدتي بالكامل, ولما طلعت كلمني حسن مبارك, كنا في العيد الكبير وكانت مدتي كلها خلصت. فقال لي انت زعلان؟ طريقته دي. قلت له انا احطأ يعني انا ما عملتش حاجة, ومش ممكن اللي الحرامية يبقوا برا وانا بجوع علشان انتقدت احمد نظيف وقلت الرقم 10 الطويل القصير هو احمد عز خربوا البلد, مش ممكن انا اتحبس علشان انتقدت زكريا عزمي وبعت له رساله على الموبايل وكان ليه حديث في القناه العربيه وقلت له يا حسن مبارك زكريا عزمي خرب مصر هيخلص عليك. قلت له اللي حصل معايا دوت انا بعتبره رسم عار في جبين حكمك. فسالني سؤال غريب جدا, قال لي طب مين اللي بيحفر وراك؟ مين بيحفر وراك؟ فقلت له السؤال ده انا مش هقدر اجاوب عليه انك انت رئيس الجمهوريه, لما انت ما تعرفش مين اللي بيحفر ورايا. فقال لي طيب انا عايز ارضيك باي طريقه. طبعا يمكن اول مره الناس تعرف انه حسن مبارك قبل ما يحصل له 2002 اعتقد او لما وقع وراح المانيا كان هيعمل تغيير وزاري, فعرض عليا ان انا اجي وزير مجلس الشعب والشورى مكان السيد كمال الشاذلي. فانا اعتذرت لسبب بسيط جدا انه انا شغلتي محامي, انا كنت رئيس محكمه واستقلت من على المنصه وقلت لكم 84 قانون في مصر يطبق الا على الضعفاء الفقراء ولا توجد في مصر قانون ومشيت. انا ما بحبش اتقيد يعني, حتى لما بتكلم دلوقتي عن حسن مبارك بشكل محترم برغم اللي انا شفته في عهده وانا اتحبس 3 مرات في عهده, بتكلم بشكل محترم ومحدش يقدر يفتح بقه معايا لان احط صابع في عينه, لان حسن مبارك اول محامي كلمه
عشان يبقى المحامي بتاعنا. اه واخد بالك. ايه رايك في وصفه واعتذرت طبعا انك مدفع؟ يعني هو مدفع معناه القوه يعني الحمد لله. ويمكن هو لما يقول الكلام ده انا بقول لحضرتك لما اعتذر له وبعدين انا اكلم فريد الديب انا اللي طلبته نعم وطلبت منه يبقى المحامي بتاعه وعملت اللينك بينه اديته كان تليفون مجدي راسخ اللي بيكلمني منه اللي هو نسيبه وعمل اللينك بينهم وبقى هو المحامي. لما يقول الكلام ده وانا معتذر عن يعني حتى ما فيش غضاضه في نفسي لكن انا اعتذرت ليه بقى؟ لانه عشان المدفع ده عشان لما اطلع اقول كلمه حق. انا افتكر موقف حصل بعد 25 يناير جيت انا قلت له في فتره ايه حضرتك ما ايه يعني انا اسف يعني انا ما عنديش خبره قلت له ما تشتم في حسني مبارك شويه قال لي يا ابني اشتم فيه ليه انا ولا بشتم فيه ولا بشكر فيه انا كل اللي بقوله ان انا بتكلم بموضوعيه فقلت له طب يعني نعدي الموجه قال لي عني الموجه ما عدت انا اقول اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه وده علمني بعد كده ان وطلع كلامه صح يعني ما فيش حاجه اسمها موجه مش عشان موجه غير مبادئي وغير اسلوبي وغير حياتي وغير الحقيقه. مترو الانفاق اللي عمله حسني مبارك يا شادي ويا وائل ويا شاطر ويا كل هو اللي عامله نعم. البنيه التحتيه في البلد دي كلها هو اللي عاملها. نفع احمد حمدي المصانع المدن الجديده العلاقات العربيه اللي كانت محترمه مع كل الدول العربيه. حسني مبارك لما كان بيروح بيستقبلوه من على تحت باب الطياره ما كانوش بيبعتوا له حد سكرتير يقعد يستقبله كل ده عمل حسني مبارك. لكن كان في عصري في العشر سنين الاخير فساد نعم. كان في ظلم انا تعرضت له انا راجل اتحبست بالظلم طبعا. عشان كده لما حسيت بالظلم جوايا وقلت له انا عايز اسيب البلد لان دي مش بلدي حب له حسني مبارك فهو حاول يرديني باي طريقه فقال لي طب قول لي اي طلبات فقلت له ليا طلبين واحد ماهر الجندي عمره ما كان مرتشي ما فيش واحد مرتشي هياخد بدله وكرافطه ويعني ده حاجه دينيه قوي يعني لكن ده فيلم اتعمل بين الرقابه الاداريه اللي بتلعب انا بقول دلوقتي على مسؤوليتي اللي بتلعب دور اسوأ من الدور اللي بيلعبه مباحث امن الدوله. المهم فلما سالني قال لي طلباتك قلت له ماهر الجندي يطلع وكانت المفاجاه ايمن نور. قال لي ايمن نور قلت له قال لي ده عامل لك محضر وفي النيابه جت حقه معاك وانت في السجن انك ضربته. قلت له دي مش قضيه لكن ايمن نور يستمد قوته انه بطل اسير في السجن. فقال لي كلمتني كانت عندي كنت اناليزا اللي كانت وزير الخارجيه الامريكيه وبتكلمني في موضوع ايمن فقلت لها بالانجليزي يعني نعم. انا كان مرتبط ده في الانجليزي قال لها يعني انه ما تتكلميش اقفلي بقك ده قضاء مصر لما بيقول كلمه محدش يعلق على حكم القضاء مصر. قال لي بس الغريب بقى ان انا لما رجعت يا مرتضى جابوا لي ملفات لايمن نور 50 قضيه. ده راجل كان بيبتز الوزراء ده راجل كان مستغل وزير الصناعه وزير الماليه اللي هم اكتر اتنين ليهم شغل مع المحامين الجمارك انت عارف الجمارك الضرايب تاجر بورسعيد ليه مشكله في الجمارك يروح يخلص. قال لي ومع ذلك قلت لهم خلاص اقفوا عند هذا الحد وكفايه. فحسني مبارك سالني قال لي طيب ايه المناسبات اللي ممكن تطلعوا فيها؟ قلت له في مناسبتين يا عفو صحي يا اما انه لا الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم المول العيد الصغير عيد الكبير 23 يوليو 6 اكتوبر فدول كلهم كانوا فاتوا. فقال لي خلاص انا هطلعه. عايز اسالك سؤال مهم جدا هو انت صعب انه حياتك تمضي حتى ولو لفتره من غير سياسة؟ وعاوزك تجاوبني إجابات قصيرة. صعب جدا جدا جدا. بس ليه بقى؟ هقول لك ليه بقى؟ لأن الحياة يعني النهاردة الحياة البيتية. مش عايزك ده هي سياسة. مش لاقي سكر، مش لاقي زيت، مش لاقي بقى الكهرباء قطع، كل ده سياسة. طبعا ده صحيح. الرياضة سياسة، مش هتلاعب ماتش كورة عشان مش عارف مين هيبتاع، كل صحيح. ده سياسة. طيب، أنا لو حبيت أرجع لمشوار طفولتك، هل أنت كنت بتتعاقب زمان بنظرة من والدك ولا بشخطة؟ أنا كنت بتعاقب بنظرة فيما عدا حال مرة واحدة اتضربت بمولة السرير. بمولة السرير. مولة السرير؟ مرة واحدة. ليه؟ كانت إيه؟ كان عندي جارة اشتكتني لوالدي إن أنا واقف بعكسها. فوالدي ما تفهمش جه أنا واقف في البلكونة جاب مولة السرير ضربني وبعدين اكتشف إن جارتي دي حولة. مش هزار هي فعلا حولة.
واخد بالك؟ فهي متخيله ان انا، فهو لما عرف طبعا يعني رضاني، لكن دي المره الوحيده اللي ضربت فيها بسبب، بس يعني طبعا ما بخيلش عنها، هقول لك ان هي فعلا كانت حلوه. عرفت اللعبه في حياتك؟ انا اللعبه لعبه صغيره، عرفت اللعب في حياتك؟ لعبت بلعب في حياتك؟ ابدا. لا انا كنت رمضان الفوانيس ويلمان والبتاع ده في بس، لكن لعب تجري بتاع حاجات مفيش. وطبعا كنت في الجامعه فريق الملاكمه، وكنت فريق كره طيب القدم. في مين احن عليك، كان والدك ولا والدتك؟ لا هي الام اللي بتستر عليا. بتستر عليك طبعا. يعني انا كسلان اصلا ايه، وانا طيب وانا تلميذ كنت متفوق على فكره على طول. كنت فوق الطلبه. كنت شقي؟ الشقاوه دي جه فتره متاخره. لكن ما كنتش بحب الدراسة. وكنت بطلع الاول. اما بتطلع الاول ازاي؟ ما يعني ظاهرة غير طبيعية، ما بحبش حد يصحيني بدري عشان اروح المدرسة. دي جزء في شخصيتك. وعشان كده بقول ايه، يا رب المحاكم بفرح اول لما اكون في حاكم مسائية. ابدع. وابدع. تمام. دي خلاص الساعة البيولوجية عندي. لان بنام متأخر على طول. يمكن انا بنام بصلي الفجر وانام مثلا 5-6 وطول عمري كده. بس لو ما كنتش طبعا ملتزم في الصلاه، لكن طول عمري بنام متاخر يعني. فبصحى ما بحبش حد يصحيني بدري. فانا امي تستر عليا في ايه بقى؟ في ان انا ابقى جوه نايم، وبعدين والدي انه في المدرسه. يقول في مدرسه. بحب المدرسه. ومع اني لما كان في مدرسه بعد الظهر، احنا كان في عندنا جت لفتره بعد الظهر فتره مسائيه. يعني دي الفتره اللي تفوقت فيها، ولما رحت الجامعه تفوقت جدا جدا. ويمكن انا قلت قبل كده انه المستشار محمود كامل رشيدي اللي هو بيحكم الرئيس السابق حسن مبارك كان الاول، وانا الاول مقرر. هو راح السويس. هو مش من السويس، بس هو راح السويس واشتغل فيها واستمر واتجوز وقعد هناك. وانا رحت اشتغلت في الاسماعيليه، بعدين لفيت بقى اسكندريه واسيوط. امتى لبست بنطلون طويل لاول مره؟ انا فاكر اول مره البس بنطلون اصلا. فاكرها والدي ووالدتي موديني المدرسه، مدرسه الجزيره في شبرا، هي الصبح كانت اسمها شبرا الابتدائيه، وبالليل او بعد دور اسمها الجزيره. انا لابس، ما فاكر، انا كان بنطلون شورت لونه كده كاكاوي فاتح، ولابس قميص اخضر بحماله، وعامل شعري كده فرق من الناحيه دي، واخديني من ايديا، فرحانين بيا اول يوم. لو انت لابس بنطلون قصير. امال امتى لبست اول مره بنطلون طويل؟ انا عندي عادات غريبه جدا. ايه؟ عمري ما لبست بجامه. عمرك ما لبست بجامه خالص ابدا في حياتي؟ ليه؟ اعتبر عقده نفسيه. لكن عمري في حياتي ما شربت شاي في حياتي. شاي ولا سجاير ولا دخنت في حياتي. حضرتك المكتب عندي ممنوع التدخين، ما فيش هزار. والموكل اللي يجي يقعد يدخن وانا كاتب ممنوع التدخين، بقول له ملف تاخده ولا ارميه من الشباك اللي ورايا؟ وحاجه جاي احل لك مشكلتك ولا جاي تعمل لي انا مشكله؟ حاجه من عند ربنا. يعني وعمري في حياتي ما شربت خمره. عايز اقول ان ده برضو مش علاقه بالدين. لكن هو انا بالعقل يعني كده. ليه اصدقاء بيشربوا. فلما كنت بقعد معاهم بيبقوا محترمين جدا، بعد ما بيشربوا بيبقوا مهزئين جدا. جميل. عايزك تقول لي اول مشاعر حصلت لك لما شنبك خضر ومفروض تمسك مكنه حلاقه وتحلق. عايز اعرف مشاعر مرتضى منصور بعد هذه المحطة، حيث نتوقف قليلا وينطلق قطار الحوار. مسكت في ايدك مكنة لأول مرة زي ما ولادي كانوا بيتفرجوا عليا وانا بحلق، زي ما احفادي بيتفرجوا على ولادي وبحلقوا. كنت اشوف ابويا الله يرحمه وماسك مكنة حلاقة كأنه مثلا ماسك كأس العالم، نفسي ابقى زيه. فهو حذرني. قال لي اوعى تعمل كده تلاقي وشك كله شعر، ده احنا بنعاني ان احنا بنحلق كل يوم. طبعا ده حصل في الجامعة. اول مرة طبعا احلق، عندي شعور شديد جدا انه هو بيبقى شعور داخلي. طبعا ان بداية الرجولة. وان انا بقى راجل وعايز اتجوز. ده اول احساس. على طول عايز اتجوز. انت وانت في المدرسة كنت بتقعد في الصف الاول ولا جنب الشباك؟ لا الصف الاولاني. لعبت كرة شراب امتى وانت طفل؟ لا انا يوم كسرت ازاز الجيران. كنت حريف يعني. انا لغايه دلوقتي بروح المنطقه اللي انا كنت فيها اللي هي رود الفرج ابن رشيد وحاره سيدهم والامير شيخه، هي بين رود الفرج وشبرا. فلاقي في ازاز مكسور لغايه دلوقتي من اللي انا كسره ايام ما كنت بلعب. كنا في سعيد ابن الدوله وكنا بنعمل دورات بقى. وخاصه في رمضان. كان عندك كام سنه وانت بتلعب
كرة شراب؟ أنا بلعب كرة شراب ويمكن وأنا بداية وأنا عندي 7 سنين تقريبا. يعني الكرة لها مكان عندك كتير طبعا كمان. وكنت بطلع كان نادي السكة الحديد في شارع ابن رشيد يمين كده بعد شركة إيديال، فكان نادي الزمالك يروح يلعب هناك في الدوري يعني. كنت انا فاكر بقى نادي سكة الحديد زمان كان فيه خيشة وابو سريع وكرم وكان طبعًا. فيه طبعا وكان بقى زمالك بقى ايام احمد مصطفى واحمد رفعت وابو رجيلة ونبيل نصير وحماد امام وسمير قطب ورافعت عطية. من هنا انت احساسك بنادي الزمالك نما، تقدر تقول كده؟ انا والله دلوقتي اي اصل ظاهره الاهلي والزمالك دي ظاهره غير طبيعيه. لا انا عايز جواك انت زمالك يعني انا ليه؟ يعني انا فجاه تلاقي يعني زملكاوي ليه واتخانق؟ ايوه ليه؟ ما انا ليه دي بقى مغير ليه؟ دي بقى مغير ليه؟ يعني ظاهره غريبه يا استاذ مفيد انك ممكن تغير بلدك تاخد جنسيه ثانيه وتغير دينك، في ناس بتغير دينها نعم وتغير زوجتك وتغير وظيفتك بس ما تقدرش تغير شكلك تروح لبنان بيروت تعمل شويه تغييرات لكن ما عرفش تغير الفريق اللي انت بتشجعه. ظاهره غير طبيعيه في الجمهور يعني ممكن اللاعب يغير في الاهلي يروح الزمالك او العكس او مدرب، انما الجمهور ده غريب جدا بيثبت. مين كان زعيم الحته في وانت في رود الفرج؟ هو الحمد لله انا طول عمري قائد وعندي ديمقراطيه غريبه جدا اسمع اراء الناس كلها اللي في دماغي انا امشيه ومن صغري كده يعني مع اصحابي كده يعني زي ايه احنا كان عندنا سينما شبرا بالاس وفي سينما في شارع اكاتاك وشارع فؤاد وسينما مصره فاقول لك مثلا ايه يتفقوا مصره فانا اخد رايهم طب ليه مصره وبعدين في الاخر اطلع اخدهم على شبرا بالاس. طيب انت لما كنت بتكتب في الجورنال اللي انت بتعمله على الحائط احيانا ولا مطبوعه وكده مطبوعه كنت موجوع من ايه بتكتب فيه بشده؟ وانا في ثانوي كنت رئيس جماعه الصحافه على مستوى جميع مدارس الثانويه فانا عملت عدد ما عجبنيش الاولاني اللي هو بقى تشكيل في وزير التربيه والتعليم والكلام ده فعملت العدد الثاني اللي انا اترفدت فيه انتقدت فيه كنا ايامها لو تفتكر كان مظاهرات 68 بعد مظاهرات الطلبه بعد احكام الطيران صدي محمود تمام فانا طبعا فيها في المظاهره دي كنت لسه في ثانوي برضه طلعت فيها وانتقدت المحاكمات في المجله وانتقدت سياسه التعليم وانتقدت مدير المدرسه كان مدير المدرسه عندنا راجل شديد جدا اسمه شاكر رياض كان مدير مكتب الست امينه السعيد اللي هي بتاعت دار الهلال تمام كان شخصيته قويه جدا نعم فهو شاف المجله العدد الثاني هو رئيس تحرير مرتضى منصور عادي يعني فالراجل جينا بين في الفسحه كده ناداني في وسط الطلبه قال لي انت اللي عامل كان عنيف جدا وشكله زي العقاد كده قال لي انت اللي عامل المجله دي قلت له طبعا انا افتكرت دي جايزه ولا حاجه فكان معانا رئيس اتحاد الطلبه بتاع المدرسه اسمه محمد سعيد قال له يا فندم انا اشتركت فيها قال له انت اشتركت راح واكله كشلوت وانا راح مديني قلمين على وشي وتعالى خدنا على المكتب بتاعه كان مكتبه في دور الارض مدرسه الايمان القبطيه دي في شارع عبد الرشيد فلسه اول شلوته يضربوا لي في مدرس فرنساوي كان اسمه الاستاذ الفونس هو يعني حال بينه وبين رجل الشلوت فيه قال ده يجيب له النيابه دلوقتي ففعلا جاب لي نيابه الاحداث لان كنت صغير لاول مره في حياتك اول مره دي بقى تتصل امام نيابه الاحداث احداث فالمهم انه المدرسين كلهم تكاتفوا وقالوا لا يعني ما ينفعش وهتضيع مستقبله نعم كلها اصلاحيه نعم ما تعرف الاحداث دي فيها اصلاحيه فاكتفى بفصلي فلما فصلني من المدرسه اتعملت مظاهره من الطلبه والدك عرف؟ هقول لحضرتك فصل 30 واحد كمان بسببي عشان عملوا مظاهره فانا في سن مبكره كده كنت ايه بقى برضو ايه بشغل دماغي رحت طالع على عضو مجلس الشعب عندنا كان اسمه محمد محبوب واثنين عمال وفئات وراجل السعدي لوحدي كده من غير والدي ولا حاجه حكيت لهم القصه غريبه قوي فراحوا لوزير التربيه والتعليم قالوا له فالوزير رجعنا انا بس الولاد التانيين طبعا ما رحوش لعضو مجلس الشعب ما رجعوش ايه اللي خلاك فكرت كده؟ ما اعرفش كان عندي حلم انا كنت بقى رئيس جماعه الصحافه كنت على فكره في حاجه اسمها اوائل الطلبه يعني الحمد لله كان يعني من صغري الحمد لله الواحد يعني كان عنده النشاط ده فالمهم ايه ان كل يوم العيال يجوا الصبح يعملوا 30 بقى واحد خلاص قدام البيت عندنا يعملوا مشكله ويقولوا لوالدي ازاي هو رجع واحنا ما رجعناش ده احنا عملنا مظاهره بسبب فرحت واخدهم وطلعت برضه على رجب السعدي الله يرحمه ومحمد محبوب اللي هو كان عضو مجلس الشعب
المهم برضو رحت على الوزير ورجعنا، ودي كانت اول مره اتعرض لازمه فيها في حياتي. يعني ممكن انت عارف الواحد بيبقى في الوقت ده اخضر ولسه طبعا يعني مش واعي، بتبقى صدمه صدمه. طيب عايز اسالك سؤال، هل انت كانت عواطفك مؤجله بسبب انشغالاتك العامه ديت؟ هل عواطفك تجاه المراه كان مؤجل؟ هو يمكن عشان انا اتكعبلت بدري. اتكعبلت في ايه؟ في جواز؟ لا بدري. انت جوزت انت عندك كم سنه؟ يوم ما اتخرجت تقريبا كان كم سنه؟ انا عندي 20 سنه ونص، يعني اتخرجت مبكر يعني. طب فهمني يعني ليه بتصف ده انه مكعبله؟ لان هو كعبله ومش كعبله يعني. لكن هو هو اسمه ايه؟ قفص يعني قفص زوجيه يعني. حتى يبقى مش عايزه بكعبله ده، انا كمان جبت التعبير اللي هو يعني كويس شويه قفص. انا عمي مهندس في المانيا، مهاجر من سنه 58 مع جنسيه المانيه، كان متجوز اخت المدام. نعم. فانا في 73 سافرت، فرايح فايت على بيتهم يعني علشان اسالهم اذا كنا عايزين حاجه من مرات عمي تبقى اخت المدام عندي. تمام. فانا شفتها وحصل النصيب، اتخرجت. والدي طبعا قال عجباك، هي من اسره كويسه جدا، عيلتها معظمهم اخوان مسلمين، واخد بالك. انا ما كنتش اعرفه، هو المفروض عمه يبقى جوز اختي، فجاه شافني واعجب بيا تقدم. كنت انا في ثانوي وهو في رابعه حقوق. كان في اعتراض على انه لسه ما خلص، بس بابايا كان راجل مثقف عنده بعد نظر، هو اللي شاف مرتضى منصور قال ده هيبقى ليه مستقبل عظيم. فانا جيت عقدت قراني واشتغلت وكيل نيابه في الاسماعيليه 74. انا فاكر كان عندي حادثه في اليوم دون، ونزلت الحادثه والفرح معمول في نادي التعمير اللي هو دلوقتي تحتيه مش عارف وينبي في الاسماعيليه. الفرح بتاعك؟ بتاعنا. تمام. وكيل نيابه في الاسماعيليه. فعروسه مستنيه جابوها من مدغمر. لانها بلدياتي. وهي قريه كومنور لكن مقيمين في مدغمر، جابوها وانا في الحادثه. بتحقق. تمام. واتجوزنا في اوضه وصاله في الاسماعيليه، وكاني كنت قاعد في قصر بالظبط. ودايما بقول لاي شاب هتبدا كده، ايه اللي لفت نظرك فيها؟ اللي لفت نظري فيها اولا ان هي مؤدبه جدا. نعم. انها بنت ناس، ان هي زيي شبهي، التربيه شبهي في التربيه يعني. نعم. انك ما تتجوزش حد مش شبهك. عنده طموح، مثقف عالي، ثقافه عاليه في كل حاجه، في جميع فروع الثقافه يعني. نعم. ما بيخافش، مقدام على اي حاجه صح. ما افضل طباعه؟ وطيبته وكرمه. ما اسوأ خصاله؟ عصبيته شويه. الصوت العالي في حياته هل هو طبيعه ولا اكتساب؟ الصوت العالي ما بيعلاش حضرتك الا لما بيكون في حاجه غلط. بتعرضك احيانا؟ طبعا احيانا بتعرضني. بس برضو تنتصر انت في النهايه. لكن ليه احيانا بيبقى ليها راي باخد بيه؟ ما انا بقول لحضرتك لو هي شوف. انا زي ما قلت لك ديمقراطي، واللي في دماغي بعمله، بس بعمله لما انا بقتنع ان هو صح واللي بيتقال لي غلط. نعم. لكن في حاجات مصيريه هي بتقول لي عليها انا بقتنع بيها، هي او اصحابي او اولادي يعني. يقول لي مثلا ايه؟ بابا مثلا في نادي الزمالك كذا، في انتخابات مجلس الشعب كذا، في حاجات مصيريه بيبقوا قايلين متفقين عليها، فانا باخد رايهم فيها. مين صاحب القرارات الحياتيه في البيت؟ الراجل السيد. انت في نهايه الامر. يمكن ولادي كلهم الحمد لله انا لامهم في البيت هنا. انت بتستشيرها طبعا. تقريبا في كل حاجه تخصنا كعيله. بيحب يسمعنا كلنا، بالعكس بيجمعنا في اي موقف ويقعد يسالنا. وحتى وان كان هياخد برايه في الاخر. وبعدين لو عايزين نوصل له المعلومه صح عشان تفيده ما نخشلوش من ناحيه لا عنده ولا التخويف. يعني ما ينفعش نقول له ما تعملش كذا علشان الناس مش هيعجبها او الناس او الراي العام او ديها، هو ما بياخدش بالكلام ده. في الامور الحياتيه لمن الغلبه؟ لصوت العقل. ممكن ياخد من اي حد فينا صغير، بس ايه يحب ينسبه في الاخر لنفسه. مش قلت لكم؟ لكن هو بيحب يعني يبقى الراي شورى. طيب عايز اسالك سؤال، انت لما قريت انه بوتين بعد 30 سنه
اتطلق وواضح انه وقع في غرام باليرينا جميله، انت استقبلت الخبر ازاي ده وانت راجل عام بتشتغل في الحياه العامه؟ هل الانشغال الى هذا الحد يمكن ان يوصل الراجل او الست بمعنى ادق ممكن تكون هي الشاكيه؟ تقديرك ايه؟ لا تحكم على انسان الا اذا كنت في ظروفه، لان الناس دايما متصوره انه السن بيكبر والقلب بيكبر. لا طبعا، القلب زي ما هو. اللي بينبض بالحب بينبض بالحب، اللي بينبض بالكراهيه بينبض بالكراهيه، اللي مشاعره متأججه دايما هيدنه زي ما هو، لان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير في شكلك، ودي سنه الحياه، كهوله تنحني رجلك لكن قلبك هو هو. هل يمكن ان تكون المراه ملكه حياه انسان؟ بالتاكيد هي المراه تستطيع ان تحول حياه الرجل الى جحيم او جنه دون ان تتحدث، دون ان تتحدث ببسمه وابتسامه او بتكشيره. تكشيره تحول حياتك جحيم، ابتسامه تحول حياتك جنه. قولي لي، هل حدث في حياتك ان مرت عليك رياح الغيره على مرتضى منصور المحبوب المرغوب؟ طبعا. بتبقى شكلها ايه؟ لا يعني هو كشخصيه عامه واللي نعم. انا عارفه ان ليه معجبين ومعجبات بحترمهم، بس في فرق بين الاعجاب حضرتك نعم. وبين حاجات تانية. لو انا لاحظت الحاجات التانية دي، لا حاسه الست بتشتغل يعني رادار الست. مفاتيح شخصيه مرتضى منصور؟ ما بيحبش العند. ما بيحبش العند؟ لو هنتناقش وفيه وانا مصممه ولا لا ما يحبش، لكن بالنقاش العائل الحكيم بعرف اوصل لكل اللي انا عايزاه. امتى بتحسي بحنيته؟ لا هو مرتضى حنين وبار باهله باولاده بزوجته باصحابه. لا يعني مش عشان هو زوجي يعني، لكن هو دي الحقيقه. طيب لما اميره اتجوزت وما بقتش في البيت، وصفي لي مشاعره كانت ايه؟ هي مشاعر الام والاب بتبقى مشاعر متناقضه. الواحد حاسس انه اطمن مثلا وجوزها، لكن في ليله اتخطفت مننا ده صعب قوي. تمام. زي اي ام اب يعني، على ما الواحد بيتعود على الموضوع بياخد وقت شويه. هل هو حما متشدد؟ لو حضرتك هتشوف ايمان وجازمين يعني كل هتلاقي العكس، هتحس ان هم اللي ولاده واحنا الاغراب، يعني احنا الاغراب. انت ايه موقعك في اسره مرتضى منصور؟ موقعي ابنه من ابناء مرتضى منصور وزوجة ابنه احمد مرتضى منصور، بس عمري ما اعتبرت نفسي زوجة ابنه، انا بعتبر نفسي بنته. ايه الطبايع اللي فيه اللي انعكست عليكي؟ انكل بيبقى ليه وجهه نظر في اي موضوع، بتبقى يعني عنده بعد نظر، بيبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، بيبقى عنده وجهه نظر في الشخص ممكن ما يبقاش اي حد فاهمها او حاسس بيها، بس هو فعلا بعد مرور الوقت بنحس ان هو الراي اللي قاله ده هو الراي فعلا المظبوط. اصراره وعزيمته على الوصول لهدفه، العزه والكرامه، ان يبقى عندي قضيه، يعني ما بقاش عايش كده وخلاص. خدت منه شويه شجاعه بس مش قوي، ما زلت برضو عشان شخصيتي يعني ما زلت ماسكه نفسك يعني شويه، لكن خليني كل موقف بيبقى فيه يبقى اقوى، يطلع اقوى الحمد لله بفضل ربنا. بتشبهي مرتضى منصور بايه؟ عندي ثلاث تشبيهات، بالبحر، بالبركان، بالطفل المشاغب. انا بحب اغنيه نجات. بتقول ايه الغنوه؟ انا بعشق البحر. زيك يا حبيبي. هو شويه كده وشويه كده. انا بحس ان الناس، بعض الناس اشوفها واعرفها بيخافوا منه، تفتكري ليه الخوف؟ عشان ما قربوش لي حبيبي، ما قربوش لمرتضى، لما يعرفوا مرتضى يعرفوا شخصيته. وهو قد لا يعرفه الناس كثيرين، انك انت تميل الى التصالح قبل الدخول في الدعوة. انت لما بيجي لك ستات طالبين يرفعوا قضايا خلع، هل بتعمل شكل من اشكال محاولة التصالح؟ كلامك مظبوط، خلع وطلاق. انا ضد الخلع طبيعي. يعني انا طلعت قبل كده في كذا برنامج وقلت انا ضد الخلع وضد المرأة تشتغل قاضي. حاجتين المرأة تشتغل قاضي. اقول لك ليه ده وليه. الخلع انا بعتبره قانون خلو رجل. للأسف بعض السيدات الغير محترمات بيستغلوا هذا القانون
فإنها بتعرف واحد بتخرب بيتها، انت دفعت كام؟ والله انا دفعت 5 قروش، خدهم واديها لي. ده قانون الخلع. لكن خليني في الصلح بقى، في الطلاق اللي انا بعمله دايما. بيجي لي الاب مع البنت، بنته يعني، نعم، او الزوج، او الزوج بقى العكس يعني، نعم، وعايزين طلاق. فدايما بسأل الزوج او الزوجة، طب نجيب ميزان نشوف حسنات الطرف وسيئاته. طيب اذا كانت حسناته هتطب، يعني هو حنين، هو بخيل، هو كريم، هو مؤدب، هو عينه زيغة، هو الادب، يعني كل الحاجات دي بتتحط هنا وتتحط هنا. لو الحسنات تزيد نكمل. ليه بقى؟ انا دايما بميل لاستمرار الحياة والتصالح لما بيكون من الشركة اللي اتعملت دي في منتج طفل، لانه المنتج الطفل ده، وده انا شفته وانا قاضي وانا رئيس محكمة وانا في نادي الزمالك رئيس النادي، لما كان بيجي رؤية، شيء بشع في النادي، طبعا صحيح. كنت بسمح ويدخلوا مع بعض قدام بعض، يضربوا بعض قدام الطفل الصغير، او هو او هي تيجي معاه بودي، لو هي حاضنة جايبها معاه بودي جاردات، او العكس هو جاي معاه بودي جاردات. حضانة ايه دي؟ عايز اعرف امتى مرتضى منصور اني دمعت. عايز اعرف الدموع في حياتك شكلها ايه؟ الدموع في حياتي، نعم، هو انا صعب عيني الدمع، لكن في مواقف معينة، يعني لما حبسوني ظلم في سنة 87، نعم، زكي بدر اعتقلني، نعم، وكان امير عنده 2 ابني اللي هو ده خرج ضابط واستقال، نعم، امير مرتضى، وكان احمد اكبر منه بسنتين 3، واميره يمكن كانت 5 أو 6 سنين. وجيهم طبعا انا لما اتحبست اول مره 72 في مظاهرات الطلبه، قعدت شهر ويوم في سجن عناطي خارجي، كنت طالب لان ما كانش عندي ولاد. لكن لما جوا لي ولادي، لما جونا بالسجن في الزياره المزرعه 87، كنا في شهر ديسمبر 87، وزكي بدر لما اعتقلني، اعتقلني وشتمني، لان انا شتمته في مكتب، يعني انا طبعا شتمته قبل كده وسجل لي وانا بشتمه في التليفون، بعد رحت عند بيته وعند منزله ادريان في صلاح الدين، واخد بالك، لانه كان بلطجي. فجت اول مره اولادي يزوروني، فبعد ما مشوا انا عينيا دمعت لسبب سجن، كانوا عايزين ياخدوني معاهم. يا سلام. وانا كنت قبليها يعني كنت انا قبليها بسنتين رئيس محكمه، فضلوهم رئيس القاضي رئيس المحكمة، اللي لما كانوا بيجوا معايا صغيرين في المحكمة وسع السكة سعادة القاضي رئيس محكمة عجوزة بلد ذكره، فولاي مسكين فيا ومصممين ان انا اروح معاهم. والموقف ده حصل بعد كده وانا مش قادر، اول مرة بعاجز ومش قادر افهمهم انا هنا ليه، يعني هم قالوا لهم دي مستشفى، فصمموا وشدني عايزين نخرج. ف عينيا دمعت وانا شايف من الشباك بتاع المأمور، لان كانت زياره في مكتب المأمور، الولاد ماشيين وعمالين يتلفتوا ورا كل شويه. نقطه ضعفه ايه؟ احنا ولاده واحفاده. دمعته شفتيها امتى؟ لما كان محبوس واحمد اخويا جات له جلطه وكان لازم يطلع من البيت باي شكل يعمل عملية. شفت دمعته؟ شفته هو متكتف ومش عارف يعمل اي حاجة، وخايف يخرج او احمد يخرج يتاخد، وكانت دي لحظة صعبة قوي. لما دخل السجن كانت مشاعرك ايه؟ مش عايزة اقول لك، هو بعد ربنا هو كل حياتنا، مش حياتي انا كزوجة، نعم، وولاد وحياة اخوات وحياة ناس كتير وراه، هو مش مشايلنا اهم حاجه. تعبت جدا، شلت مسؤوليه، ظلم، افترى. امير ابن الصغير، لان كان احمد كمان واخدينه يعني، يعني كان فتره قاسيه قوي 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 علينا كلنا، مش عليا لوحدي. الكلام ده اتكرر تاني في سنه 2007 في احفادي، نور ومحمد دول ولاد أميرة، وفرح بنت كانت لسه بنت أحمد. فسألوا رئيس مباحث كان اسمه أشرف فرج، هو بابا مرتضى هنا ليه؟
فاسم احس مش عارف اقول لهم ايه. قالوا له طيب ممكن ناخد بابا مرتضى معانا. فانا سامع الولاد بيقولوا الرئيس محس الكلام ده ودني معاهم. فانا دمعت. الظلم وحش والظلم ده انا اقدر اتحمله، بس انت بتقهر اطفال صغيره زي ما حصل مع ابوهم نعم في سنه 87. شوف بعد كام سنه يمكن 20 سنه نعم بيحصل مع الاحفاد، انك لما تكون عاجز ومش عارف تقول انت هنا ليه وانت ما عملتش حاجه اصلا، وبعدين الراجل رئيس المباحث نفسه بقى عاجز يقول للاطفال الصغيرين اولاد صغيرين يقول لهم ايه. فقلت طب خلي بابا مرتضى يجي معانا. يمكن لما هم ياخدوني لما طلع العفو وجايين بياخدوني بالعربيات، كنا في رمضان فكل الجرايد كتبت مرتضى منصور وخارج بكره، فاسرتي كلها جت بقى مستنيني واحفادي واولادي واعضاء نادي الزمالك وحبايبي من نادي الاهلي، يعني الدنيا حتى المامور قال لي الدنيا مقلوبه بره. فقعدوا قبل الفطار بساعه بالرغم ان كانت الزياره خلصت، المهم همشي يعني. فالضابط اللي راح جاب ظرفين، فاشرف نصير المامور واشرف فرج رئيس المباحث هم الاول ظرف الاول بتاع اللي هو بيخرج على طول من بره فقالوش اسمي. فقال ازاي يعني مرتضى منصور هيطلع عن طريق مديريه الامن؟ ففتحوا الظرف الثاني ما لقوش اسمي. فاسرتي بكت ومشيت روحت. فانا خدت المسافه من اوضه المامور لغايه المستشفى اللي فيها حسن مبارك دلوقتي هي حوالي 50 متر. خدتها تقريبا في 50 ساعه. ياه عينيا دمعت. حسيت بالقهر. انت دموعك عزيز عليك؟ بالظبط كده. قولي لي بالنسبه لاحفاده اللي هم اولادك، انت حاسه مين اقرب واحد الى يعني مرتضى منصور؟ لا بص حضرتك كل الاحفاد واخدين حاجات منه. يعني كل واخد حته المعتزين بنفسهم. متكلمين عندهم شخصيه عندهم اراء، لكن كل واحد يعني بيحاول يتقمص دور مرتضى منصور. يعني حتى اللي بيحب يلبس زيه، اللي بيحب يتكلم زيه، اللي بيحب يقعد يتكلم في السياسه زيه ويقلده. عاوزك توصف لي بالظبط اللحظه اللي انت قاعد فيها بين احفادك هؤلاء النجوم الجمال. كنز الكبير ما تقولش مال ولا عمارات ولا شهره، هم دول. تسمح لي اقول لك انطباعي؟ اتفضل. عندي شعور انه محمد في دماغه عبقريه هتبقى في الرياضه، مش رياضه الكوره في الرياضه الماتماتيك زي ابوه. فعلا ابوه رئيس محكمه في قاضي وعايز يبقى قاضي. يبقى كده عندي شعور ان اشقى الولاد عمر اطيبهم واطيبهم. بالظبط. عندي شعور ان فرح ستوته. عندي شعور انه نور نور هانم. هانم صغيره. الله. انا قلت نكته. نور هي لما جات لي في سنة. قدمهم لي من فضلك بقى بطريقتك. هو بص يا استاذ مفيد، نور اول احفادي. نور اول احفادك بنت اميره. نور محمد هشام الرفاعي. نعم. ابوها هشام الرفاعي رئيس محكمه جناح حسانه في الزقازيق. دكتور في القانون. نعم دكتوره في القانون. نور لما جت زارتني وكان معاها فرح، بس فرح زار محمد. في لما تحرس قضيه سيد نوفل، فقالت لي كلمه غريبه، قالت لي احنا مش هنجي لك تاني، انت اللي هتجي لنا بعد كده. ده الشيخه نور دي. نور نور. بعدين محمد جه الحفيد الثاني. محمد هشام الرفاعي ابن اميره مرتضى منصور. وبعدين جت فرح بنت احمد مرتضى. شايف انت شايف كده عايزه تبقى ممثله ونجمه. عايزه تبقى ممثله ونجمه هي. وبعدين جه عمر الشيخ عمر احمد مرتضى. عمر دون كان بيدعمنا ايام قضيه الجمل. واحنا هنا بقى محبوسين 6 اشهر. كنت بتقول يا عمر؟ خلينا الناس اسمع. عايز اسمع يا عمر كنت بتدعي تقول ايه؟ عايز اسمع يا رب ايه؟ انا شفت عمر يا رب ايه؟ براءة. ان شاء الله كان يقول كده. احمد بعد كده جاب ياسين، ده اللي شكلي تماما. لسه صغير. مين فيهم مرتضى منصور القادم؟
باذن الله. هقول لحضرتك مين؟ هقول لحضرتك امير طبعا عنده توأم قمر وغالية وبعدين جاب جميله. اللي شكلي بالظبط تيبيكال ياسين. تصرفاتي الولد ده تصرفاتك انت عمر طيب جدا بس معتز بنفسه قوي. محمد فيه ميزه زي ما انت قلت كده زي ابوه كده قاضي ودلوقتي بيتعامل معانا انه قاضي. خليهم اذا سمحت يقدموا نفسهم. طب قدمي نور. قدمي نفسك يا نور. معاك ميكروفون اتفضلي. انا اسمي نور هشام الرفاعي. ايوه. مدرسه شويفات. ايوه. عمرك كم سنه؟ 9. 9. بتحبي مين في الممثلين؟ دره. انت نفسك تبقي ايه؟ فنانه. تعملي ايه؟ تمثلي ولا ترسمي ولا تكتبي؟ اغني. طيب فرح الامرايا الصغنونه دي نفسك تبقي ايه؟ اكون دكتوره. الله ايه اللي بضحك؟ انا بيعجبني قوي ضحكك في عيل سلاوة. اخته. نفسك تبقي ايه؟ نفسي اكون دكتوره. دكتوره ايه؟ اطفال؟ دكتوره سنان. كويس. انت زملكاوية ولا اهلاوية؟ زملكاوية. ما تقدريش تقربي عن الصف. ايه اللي عاملاه في ايدك اليمين وفي ايدك اليمين ده؟ ايه؟ ايه ده اللي عاملاه في ايدك اليمين ده؟ تاتو. عندك كم سنة؟ 7. عمر بيه؟ قول. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. بيقول لي مساء الخير يا عمو. مساء الخير. تقول مساء النور. مساء النور. انت ليه ما بتردش عليا؟ انا مبسوط من شياكتك. شفت كحلي والكحلي والابيض و... اسمك ايه؟ عمر احمد مرتضى منصور. عمر احمد مرتضى منصور. مدرستي يا عمر؟ شويفات. هايل. ونفسك تبقى ايه في المستقبل يا عمر؟ عايز تبقى ايه في المستقبل؟ طيار. اشمعنى يا عمر؟ ليه عايز تبقى طيار؟ بحب الطيار. انت بتعرف يعني بتعرف تضرب الكف لما تكون مبسوط؟ طب تعالى كده وريني كده. نروح لعمو. يلا وريني. الله ده انت واخد بالك قوي. ممكن اضرب انا الكف؟ شويشة. وانت بقى قوة. برافو عليك. اتفضل يا عمر. زملكاوي برضه طبعا. انا شايف العقل. خد يا محمد. الرزين. الهادي. هو فعلا عاقل ورزين. محمد هادي طيب كده. محمد هادي جد طيب كمان. قول لي يا محمد انت عندك كم سنه؟ 8. برافو عليك. نفسك تبقى ايه في المستقبل يا محمد؟ رئيس محكمه. عايز تشتغل رئيس محكمه؟ بقول لك زي باباك يعني. عايز تدور رئيس محكمه. ايه اللي بيعجبك في جد ومرتضى؟ واضح ان في واحد يعني رد بالنيابه عني. بالظبط. قول يا محمد ايه اللي عجبك؟ ايه بقى؟ قول. كل حاجه. عايز اعرف راي نور وراي فرح فيك. هو مش بيخلينا محتاجين حاجه. ايوه. وبيعمل لنا كل حاجه احنا عايزينها. جميل. وفرح ايه اللي بيعجبك في بابا مرتضى؟ يعني كل حاجه. كل حاجه مش كده؟ مين اشقى حد مستشار مرتضى؟ اشقى حد علي اخوه. علي اخو محمد ونور. شيء جدا طبعا. ده اشقى واحد. اصغرهم يعني. مين اللي انت ضعيف قدامه جدا؟ كلهم بلا استثناء. مين اللي عينيه ما بتسيبكش وانت في سفر ولا في اي حته؟ لا يمكن. مين لما صدر امر القبض عليا انا واحمد وحيد ابن اختي وقعدنا هنا في البيت. كانوا اكتر فترة قعدوا مع الولاد يعني. لان قاعدين طبعا في البيت هنا. طبعا. فكان عمر ومحمد كانوا بيدعوا على طول. عمر كان يقول يا رب ما لناش غيرك. مش كده كنت بتقولها يا عمر؟ يا رب ايه؟ يا رب ما لناش غيرك. سلام. شوف بقى الدعوة بتاع الطفل دي. ومحمد طبعا. وبعدين الشيخة نور وتقول لي والله هتطلع براءة. نور اهي وانت فرح. فالولاد طبعا زي ما قلت حضرتك الطفولة البريئة دي. طبعا. وهما يعني
ما كانوش بيشوفوني كتير طبعا، اللي انت عارف ان مشغول انا على طول في المحكمة او في المكتب. انما الست اشهر دول ركزنا قوي مع بعض، فالحمد لله بحمد ربنا زي ما قلت لحضرتك الثروة الحقيقية لا المال ولا الشهرة ولا النفوذ، الثروة الحقيقية انك تقعد في لحظة صفاء تخلي واحد زي عمر او زي ياسين او زي علي ينام على كتفك كده واخد بالك ويشدك من شعرك واخد بالك، دي بتبقى لحظة جميلة جدا جدا الحمد لله. انه طبعا ناس كتير بتستمتع بيها اللي جرب الاحفاد يعني صح، وزي ما بيقولوا عزم الولد ولد. هل في الحبس مظاليم؟ بالتأكيد كتير. القاضي بياخد بالورق، احيانا الورق بيبقى متستف الورق بيبقى متستف، بس العدل الالهي فوق كل ورق. طيب يعني انا قاضي يا استاذ مفيد اتفضل بلاقي يعني انا خلاص مقتنع بالورق بيقول ان ده البني ادم ده ارتكب الجريمه دي 3 سنين، وانا على المنصه بقول حاكمه المحكمه هقول بقى بالسجن 3 سنين والحاكم بالبراءه. الالم اللي بيكتب ده ربنا. طيب يعني اسمح لي اسالك سؤال، اذا كنت شاعر ان هو في صميم المهنه يعني اعزفه، لما بيتقال يترك هذا لتقدير القاضي مش دايما ده يتقال؟ اسمح لي اقول تقدير القاضي ده ما هو بشر في نهايه الامر، لكن هل هي المعلومات، هل هي الادله، هل هي البراهين وتقدير القاضي؟ هل تقدير القاضي له مكان اكبر من الادله والبراهين؟ تقدير القاضي في 3 حالات. اتفضل. الحالة الأولى وأنا ضدها. أنت ضدها؟ طبعا. اللي هي إيه بقى؟ أولا قضاة مصر دول أنا مش بجاملهم، بالعكس في ناس حبسوني. نعم. من أعظم القضاة في العالم. يعني هتروح تلاقي في الإمارات وفي الكويت وناس بصراحة لما يلاقي عنده في الغرب 400 قضية ومرتباتهم هزيلة وبيحاول بقدر المستطاع إنه يرضي ربنا وضميره. لكن الحالة الأولى بقول لك عليها التقدير بقى اللي أنت قلت عليه. لما تقول يعاقب بالسجن. يعاقب بالسجن كل ما ارتكب جريمة كذا. السجن ده يبدأ من قد ايه؟ من 3 سنين ل15. فأنا تركت للقاضي تقدير من 3 ل5 أضعاف. شوف بقى خطيرة خطيرة طبعا، إنما اديت له يقدر من 3 واضرب 5. لكن أنا أقول يقدر من 3 ل6، يعني حد من 3 ل6 سنين. لكن أقول يعاقب بالسجن، طب السجن من كام لكام؟ من 3 ل15. أنا ضد ده. انت ضد ده؟ او يقول لك يعاقب بالحبس، الحبس ده من 24 ساعه 3 سنين. يعني مش يعني 50 ضعف. فهذا التقدير غلط. انا اديله تقدير في حدود مساحه زمنيه قريبه. تقدير القاضي اللي انا معاه فيه حاجتين بقى، ايقاف تنفيذ العقوبه او الماده 17. يعني ايه ايقاف تنفيذ العقوبه؟ يعني ولد قليل الادب ما ترباش اعتدى على والدته وعلى والده مجرم، فالام والاب بيروحوا يعيطوا للقاضي عشان يسامحوا، فمن سلطته اللي ياخد سنه فاقل، يعني يديله سنه فاقل ان يوقف تنفيذ العقوبه لمده 3 سنين. دي سلطه القاضي، يعني ما يخش السجن والحكمة المحكمه مع عقبه سنه مع ايقاف التنفيذ او 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ. فدي سلطه تقديريه للقاضي القانون اداها له علشان، او طالب في الجامعه مثلا كان محتاج وسرق مثلا واخد بالك، كل سلطه تقدير القاضي انه يقدر يوقف العقوبه بشرط ما تزيدش عن سنه. انا مع دي. هل انت مولود للجدل؟ وليه الجدل ما يكونش مولود لمرتضى منصور؟ هو ده اللي عايز اقوله بالظبط كده. فسر لي ليه؟ يمكن عشان يعني اتركت السياسه من صغري. وانا لسه عيل قلت لحضرتك قابلت نجيب محفوظ ويوسف السباع وحسام قدوس وهيكل وعملت معاهم حوارات. نعم. وده الفرق بين جيل وجيل. ايه السؤال اللي توجهه له بجرأة؟ لماذا لا تكبر دماغك في هذا المجتمع الذي صعب تغييره؟ انت عندك طاقه شبابيه اكتر مني، انت عندك امل اكتر مني في تغيير الواقع، لكن الواقع صعب. هو انا هقول رايي دلوقتي في الوقت اللي انا حدده في الميعاد اللي حدده بالطريقه اللي حددها ومالوش دعوه يحصل اللي يحصل بعد. تمنيت تبقى صحفي؟ انا اصلا المفروض كنت صحفي. ما انا عارف، انا اقصد اقول انك ما هقول لك انا عملت ايه طريقي بقى. انك انت كنت تبقى القدر يلعب دور. القدر. انا مجموعي كان كبير في الثانويه العامه فقدمت ياخد. كنت بتذاكر امتى؟
انت قايل لي انك بركز انت بركز بتكره المدرسه. اه بس كنت بركز اخر شهرين الحمد لله. اخر شهرين بتركز. المهم انا كتبت كليه اداب جامعه القاهره. هي دي كانت الكليه الوحيده اللي كان فيها قسم صحافه. نعم. على مستوى الجمهوريه. صحيح. من سوء حظي 69 بدا التوزيع الجغرافي فسكان شبرا يروحوا عين شمس. فجات لي اداب عين شمس. لغات شرقيه فدخلت قعدت شهرين في اللغات الشرقيه. قسم عبري. كان معايا محب شريف اللي هو مذيع او مذيع العبري في كونفدراليه مصر. وبعدين قلت طب انا داخل اصلا عايز ابقى صحفي. فاصحابي بقى وجيراني كتير كانوا في كليه حقوق عين شمس اللي بقى له 14 سنه. انا حقوق الشمس كانت معروفه يعني ما شاء الله 14 سنه و18 سنه. فبيقول لي تيجي معانا. قلت لهم خلي بالكم اجي معاكم فين؟ ده انتوا بقى لكم 20 سنه خللتوا هنا. فرحت نقلت ورقي من اداب عين شمس لحقوق عين شمس. الى حقوق عين شمس. بالظبط كده. فبفضل ربنا الحمد لله الثلاث سنين اول متفوق ثم السنه الرابعه اللي اخر سنه زي ما قلت لحضرتك محمود كامل رشيدي اللي نعم. قضيت رئيس سابق مبارك الاول وانا نعم. مقرر هو نعم. راح للسويس ورحت الاسماعيليه واتغير حياتي. لكن وانا بقى في حقوق عين شمس عايز بقى امارس مهنتي حبي. فكنت بتدرب في اخبار اليوم. انا ما عرفتش ايه اللي خلاك اقلت من النيابه؟ كان ايه السبب؟ انا مش اقلت يعني, يعني كان ايه؟ انت وكيل نيابه قد الدنيا يعني ازاي النيابه دي سبتها والقضاء والحاجات دي؟ انا لا انا اقلت مرتين. المرة الأولى أنا كنت وكيل أول نيابة وألفت كتاب في القانون كان مترشح جائزة دولة التشجيعية كانت أكبر موسوعة في القانون. فاستضافني الأستاذ سمير صبري في برنامج كان اسمه الناس واتعملت حلقة إزاي وأنا في السن المبكرة دي عملت هذا الكتاب بحكي للشباب يعني وحكيت تجربتي إزاي أنا لما طلعت الأول مقرر على دفعتي الغرور ركبني وما كنتش بقراه وخلاص أنا الأول ماشي أنا الأول. فاشتغلت في الأول في إسماعيلية ثم نقلت إسكندرية لغاية ما جيت قضية قتل في مرسى مطروح وكان رئيس الدائرة المستشار عبد السلام بدر الدين الله يرحمه. فالمهم إيه المحكمة بتقول لك نيابة تفضل تترافع. فأنا كنت حافظ كلمتين أقول تطبيق مواد الاتهام. فالراجل بص لي كده قال لي يا استاذ طالب الراجل ده يتعدم. انت عايزه يتعدم ليه؟ قلت له تطبيق مواد الاتهام. قال لي طب اقعد. راح واخدني بقى في اوضه المداوله قال لي انت فاشل وفي النيابه ما تنفعش وانت ازاي دخلت النيابه؟ يعني انت تقرا القضيه؟ انا طبعا كنت قاري القضيه ولا حاجه. قال لي يا ابني لازم تعرف اركان الجريمه اللي انت هيترفع عنها وادله الادانه بتاع الراجل ده وادله البراءه عشان لو المحامي بتاعه اتكلم ترد عليه. فانا خدت درس قاسي عرفت ان العلم ده بحر كبير وان انا مغرور فاشل. فروحت قريت كل الكتب اللي متعلقه بالقانون الجنائي واحكام محكمه النقض وقانون الاجراءات وقانون العقوبات وطلعت منها عملت اكبر موسوعه. فبحكي تجربتي من الفشل لان انا عملت الكتاب بتاع جائزه دوله التشجيع في القانون. الكلام ده كان سنه 79 3 في التلفزيون 81 كان في انتخابات نادي الاوضاع. لو تفتكر كان في احمد سمير سامي كان محامي عام نيابه الاموال العامه. نعم. فكان ايام الوزير عادل انور ابو ساحل كان تعرف كان مستشار عثمان احمد عثمان. نعم. ثم جابوا المقاولين العرب عينوا وزير العدل. فانا كنت في الوقت ده وكيل اول نيابه الفيوم. فالراجل لف كل المحاكم كان رئيس نيابه معايا المستشار رشد عمار هو رئيس محكمه جنايه الجيزه دلوقتي. فالراجل قعد يقول محاسن احمد سمير سامي لو احنا انتخبناه وقال في وعد من عثمان احمد عثمان انه هيدي 10 فدادين في الصلاحيه لكل قاضي لو نجح وهيدي شقق في الفسطاط فانا وقفت قلت له من فضلك عايز اتكلم. قلت له انت تخاطب قضاه مصر الشرفاء ولا تخاطب المرتشون. المرتشين هم اللي يسمعوا كلام دون كلامك مرفوض شكلا وموضوعا. انت جاي ترشينا عشان نادينا ومجلس اداره نادينا. القاضي اللي عايز يرتشي مش هيرتشي بره دي بقى. انت بتقول لي روح ارتشي حته ثانيه فكلامك مرفوض. فكان في مصطفى عبد الرازق مدير التفتيش قال له خد اسمه فخد اسمي. اتعملت الانتخابات سقط سمير سامي سقوطا مروعا. بعد ما سقط احمد سمير سامي ثاني يوم جابوا وزير عدل. وزير عدل اول قرار خده نقلني من وكيل اول نيابه الفيوم الى وكيل اول نيابه سوهاج. المفروض انا دوري ارجع كده على القاهره. كان والدي في الوقت ده مريض جدا وانا بقى الولد الوحيد المفروض ارجع وده دوري ان انا خلصت الفيوم ارجع.
فوداني سوهاج. فرحت له المكتب علشان اشتكي له، فلقيت اول ما رديش يقابلني، وبعدين لقيت بنت اسمها نفرتيتي، فاكر اسمها مش عارف جايه منين، بنت حلوه كده وجميله، راح داخله اول ما جت مصر جه احمد دخل، وقعد فتح الباب وداخل وراها. ايه اللي مدخلك؟ قلت له انا داخل علشان انت راجل ظالم، انت بتدخل نفرتيتي وبترفض تقابلني وانا قاضي، انت راجل ظالم. هو حصل مشكله بينه وبينه، وانا بامانه اعتديت عليه. فقال لي انا هفصلك النهارده، وفعلا عمل قرار بفصلي من القطر اول مره. ففصلني وقال لي بقى لانني ظهرت في برنامج تلفزيوني قبلها بقى بسنتين ولم يكن يليق. فكتب عصام حشيش في الصفحه الاولى في اخبار، في الاخبار تعرف عصام بتاع الاخبار، عارف، صدق او لا تصدق فصل وكيل اول نيابه سوهاج، لانه كان وداني بقى سوهاج بسبب انه ظهر في برنامج تلفزيوني من سنتين، لانه الف كتاب وكان مرشح جائزه دوله التشجيع في القانون، رفعت قضيه على حسني مبارك وعليه ورجعت. دي المره. والمره الثانيه رجعت رئيس محكمه في الجيزه. المره الثانيه بقى لما في قضيه عادل امام، انا ليه وجهه نظر قد تكون مختلفه الان، نعم، لكن زي ما قلت لك في الوقت ده كانت وجهه نظري في الظروف دي انه عادل امام عمل فيلم الافوكات والدنيا كلها بتشوف. انا عايز افرق دايما بين القاضي والقضاء وبين المحامي والمحاماه. في قاضي فاسد بس مش القضاء، نعم، في محامي فاسد بس مش المحاماه. ابعد عن المهن، خليك في الشخص. فرحت اشتكي لوزير العدل، فلقيت عنده عادل امام ويوسف شاهين وكان فريد ديب ده محامي الوزير وقاعدين بياكلوا جاتوه. فطلعت من عنده، رحت قاعد على المنصه، كان عندي قضيه الدكتوره سامحه الخولي، كانت رئيسه اكاديميه الفنون، كان ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، كنت مديها 6 أشهر غياب ونفذته. فالصحفيين كلهم كانوا موجودين بسبب الحكم، فديتها براءه لنفذ الحكم، وقلت له اثبت لي يا ابني السيد رئيس الجمهوريه السيد وزير العدل ده، قلت بقى القانون في مصر لا يطبق الا على الضعفاء والفقراء، واستقلت ومشيت. دي كانت المره الثانيه وما رجعتش ثاني. هل انت تستثار بسرعه؟ هو انا عصبي، نعم، والعصبيه مرض، نعم، لكن بحاول بقدر المستطاع بقى، الخبره والتجربه بتخليك برضو بتمتص، يعني ابتديت اكثر هدوءا. يعني كان الاول برضو ايه ان رد فعل عندك سريع، دلوقتي بتقعد تفكر، يعني تتغلب عن المرض بالتجربه بالتمرين. فمن كتر بقى ما انت اتعصبت، عشان كده لما سالتني كانت ريهام السهلي بتقول لي طب بس انت قلت ان انا عصبي، قلت لها اتعالجت يا ريهام. فانا بقول لها انا اتعالجت. صف لي حضن والدك. انت عارف جبل المقطم؟ لما تبقى كده مسنود على جبل المقطم. يوم ابويا ما مات، يوم ابوك ما مات، فتخيل حضنه بقى ايه. يعني حياتك كلها بتبوس ايد ابويا وكيل نيابه. انت بتعمل زيارات عائليه؟ يعني بتاخد مراتك وبتروح تزور ناس ويجولك وبتاع؟ عايز اعرف حاجه عن حياتك الشخصيه. يعني بالنسبه لي صعب. صعب. اكيد. لكن بيتي زي ما ابويا علمني. ده بيت العيله وعيله العيله. يعني في بيتي هنا زي ما اتعلمت ابويا، يعني كان يجي مثلا ايه من البلد عندنا ومن او الدايره. ابويا علمني كده. كنت اروح مثلا الاقي ناس نايمه في الارض، ناس نايمه على السرير، دول مين؟ انا ما اعرفهمش. يقول لي دول من البلد دي، البلد اللي جنبينا. ابويا كان فاتح دوار وكان بيقول لي استوعب كل الناس. اي حد واحد جاي يقدم كليه حربيه، جاي يقدم كليه شرطه، جاي يقدم مش عارف جامعه ايه، كان في بيتنا في شبرا. فتعلمت ده من ابويا، الكرم ده اتعلمته من ابويا. طب امتى لحظات الصفاء في حياتك اللي هي ما فيش فيها اي شيء؟ ممكن تسمع ام كلثوم، ممكن يهزك عود او بيانو جميل، امتى ده بيحصل؟ هو انا بليك حمدي كان مديني عود هديه الله يرحمه. فانا طول عمري غاوي اتذوق موسيقى. وبحب اسمع الست ام كلثوم. بحب اسمع العملاقه شاديه. وانا محامي نجات، وكنت محامي ورده. كنت محامي صباح. الناس اللي هم طيور الظلام، الفن ده انا بعتبره بالظبط يا استاذ مفيد، دي الحقن اللي بتديك معنى الحياه. يعني لما بتسمع محمد عبد الوهاب في الجندول، برغم ان شوف هو اللدغه بتاعته دي بتاعته، لما بتسمع فريد الاطرش وسالني الليل،
لما بتسمع عبد الحليم حافظ وهو بيغني بأمر الحب، أم كلثوم أراك عصي الدمع، الكلام الجميل ده طبعا سيبك من ضابط الضرب ودلوقتي والحمار والجاموسه اللي احنا فيها دي، ده زمن من ايام النيله. على غالي السيد، امان عليك يا ليل طول، محمد انديل، شط اسكندريه، ست فيروز بصوتها الجميل، شط اسكندريه، شط الغرام، طبعا ماجده الرومي انا بعتبرها امتداد ليها. نعم. محمد فؤاد كان صاحبي جدا طبعا، صوته كان جميل. عايز اقول لك عبد العزيز محمود، يعني في محمد فوزي، ليلى مراد، الجيل ده اللي صنع في ناس كتير الدول العربيه اتعلمت اللغه وحبت مصر من دول. اللي كان بيتكلم دلوقتي عن فيروز وشاديه وعبد الغني السيد ونجات وعبد الحليم حافظ ونجات، ده منتدى منصور؟ طبعا عندي شريطهم كلهم. و اما دينا بيبانش هذا الجانب الرومانسي في شخصيتك، لازم تشرح لي ولازم تقول للناس. شوف انا ليه ولا انت عريس؟ خلينا اكمل. اقدر ارفع ثانيه معنا؟ اتفضل. باعتبارك وكيل نيابه، اتفضل. هل انت حريص على هذه الصوره التي تظهر بها على الشاشات؟ انت تبقى اسد على الشاشه، انت في انا بعتبر انت في غابه. المجتمع اللي احنا فيه غابه يا استاذ مفيد. معاك دايما محتاج اسد حصور شجاع. نعم. والصوره دايما تبقى كده عشان الناس تهابك وتحترمك وتحبك. الاسد محبوب، التعبان مش محبوب. دايما احب اكون صوره الاسد. شوف ليه مرتضى منصور في حاله خصومه؟ لا تلعب مع الاسد. بتخاف عليه؟ طبعا جدا. بتحس انه كان ممكن يفرمل؟ لا مش كل وقت. بتقولي ايه بينك وبين نفسك؟ يعني لو كان احسن هادن سكت كذا كذا. والله في مواقف لازم هو بغصب عنه بيبقى منفعل فيها. بتبقي معاه؟ يعني انا بتمنى ان هو في معظم الحالات يبقى قادر يتحكم في بتمنى. ايه الصورة اللي الناس واخداها عنه؟ القوة، العصبية، البطش. مش كده؟ بس انا شايفه ان دي كلها حاجات مش عيوب يعني. بالعكس انا دي من الحاجات اللي انا اكتسبتها منه، حقي لازم اخده لو بعد حين. العزه، الكرامه، في حاجات كتير قوي، الرضا. بالمناسبه يا استاذ مرتضى، علاقتك ايه باميره؟ اميره باعتبارها البنت بين ما عنديش فرق صبيين. نعم ما عنديش فرق. ما عندكش فرق بين ولد وبنت؟ يعني اميره زي احمد زي أمير. انت عندك معاملة معنوية ومعاملة مادية. الأخطر المعنوية، مشاعرك تتوزع ازاي على التلاتة بالتساوي. المشاعر مفيش حاجة اسمها ولد وبنت، مفيش حد ياخد حتة زيادة. في المادية اللي جايبه لهنا جايبه لهنا جايبه لهنا، ده بيخليهم يحبوا بعض وما يبصوش لبعض. خلي بالك عاملين كده مع بعض، اوعى تفرق بين ولادك. ما نقطة ضعفك ايه في الحياة؟ نقطة ضعف الظلم. ده شيء بيقهرني. هل انت غلط؟ لا انا لساني طويل. لسانك طويل. طيب مما تشكو صحيا؟ عفوا يعني. هو في سيد نوفا جالي الضغط. جالك الضغط؟ انا عالجني دكتور مصطفى السيد، استاذ القلب المعروف. انا لقيت ضغطي 180 على 120. وجات لي غيبوبه وكانت جات لي جلطه. لكن بفضل ربنا قدرت اعدي وباخد علاج والحمد لله وتنظم الضغط. لكن انا كنت بقى ملك الفسيخ والرنجه والسردين، يعني تسال كامل البطار. الله يرحمه كان محرم فؤاد، محمود يقول لك مرتضى في الثلاجه عنده، لدرجه احنا كنا في رمضان يجي لي محرم فؤاد واستاذ وجيه ابو ذكري، وجيه كان عيان، فكانت مدام ليلى مراته تقول لي ايه؟ مرتضى بلاش الاكل اللي بتسحر بيه وجيه. انت بالنسبه لك الفسيخ والسردين ده ستاندر كده في الثلاجه على طول دائما، ملك الفسيخ والسردين ورنجه في مصر. تلاقيه عندي على طول. فلما جالي الضغط، فسيخ الدلع دي كان مشكلتي ان انا نفسي اكل ده. فلما اتعالجت نميت نضاره لغايه ما لقيت واحد سخاني بيبيع فسيخ دلع. حضرتك اسال كل اصحابي عارفين، يقول لك مرتضى وايه وسحر بيه.
او اسف او انا بتعشى متاخر اصلا يعني. يحب الكشري، يحب العدس، يحب الكرشه والممبار والبصاره، يحب الفسيخ، دي حاجه اساسيه على السفره يعني. بيحب ياكل على السرير، ما يقومش على السفره يعني على السرير. استاذ مرتضى منصور، السؤال الاخير هو التاريخ عندما يكتب يوما ما ولك طول العمر تبلغ الامل، في تقديرك ماذا سيكتب عن مرتضى منصور؟ راجل محترم. السعادة هنا طعمها ايه؟ مصر من غير ملك يعيشي. تعرفت الفقر؟ الفقر مش فلوس، الفقر نفوس. لاحظ انه السياسة الى حد ما انت عاملها كده يعني مأجلها. اتقي شر من احسنت الي. من احسنت الي لمؤاخذة، هو القهوة فيه ديكور؟ ازاي انت عايز تشرب قهوة؟ فيها، لكن هي ديكور ولا فيها؟ لو عايز تشرب قهوة تشرب قهوة. حاضر.